سعيد جدا يعني، مبسوط كثير عن بساعد الناس، يعني بحس بسعاده داخليه لا يعلمها الا الله، لانه هذا عملي خالص لوجه الله. ولان الناس هاي سواء رجل او امراه او طفل او كبير او صغير، ان شاء الله هذا اللي احنا بنعتبرهم اهلنا واحبابنا. نحن ان شاء الله كلهم، الكبير هو ابونا والكبيره امنا والصغيره بنتنا واختنا، فسواء كلهم هدول اهلنا واحبابنا، فبشعر بسعاده داخليه لا يعلمها الا الله يعني. والله يعني نحن الصعوبات اللي عم نعانيها هو نحن مريد يعني رفض الشرطه برواتب كافيه يعني، لانه الرواتب غير يعني كافيه يعني، ونحن مريد يعني هالامر هذا ان شاء الله يعني سمعنا انه في زيادات، وان شاء الله يعني هذا الشيء يعني الله يزيل الاخوه الاتراك والاخوه السوريين في تعاون بهالامر، فالله يزيل الخير، مشكورين جميعا يعني. والله كنا نحن قبل الثوره كان الوضع كان في فساد كثير يعني، في فساد كثير يعني من كل الجوانب، فيعني هون الحمد لله في اريحيه من كل شيء يعني، حتى عملك بتحس فيه يعني عم تحس انه انت عم تقدم شيء لهالناس، في خدمه للناس يعني، عند اللي انت عم تساوي هذا الشيء عم تساوي شيء يعني عم بلمسه المواطن.